بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. طلب إلي في هذه الجلسة، نعم، وعلى غير توقع ومن غير إعلام مسبق، أن أدلي بما أسمي بإفادتي من جهة سميت في ظل الغزو البغيض بمحكمة الجنايات الكبرى، ولأن تمثيلية المقاضاة المفضوحة في عوراتها أو المسرحية الملهاة ما كانت لتكون مع صدام حسين ورفاقه إلا لأنه وأخوانه معه تولى بما قدر الله سبحانه ليكون قائدا لشعب العراق العظيم الوفي الأمين في الزمن الذي تعرفونه، وما زلت على العهد، وهي مسؤولية أخلاقية ومبدئية أمام العزيز الجبار. عدا عن أنها على هذه الصفة شرف وواجب تجاه الشعب، تجاه شعب العراق العظيم الوفي الأمين والوطن الغالي المفدى وأمتنا المجيدة الغراء. على المبادئ التي مارست المسؤولية بشرف وأمانة، على أساسها فكنت ابنهم البار وقائدهم وسيفهم ونبعهم الصافي حيث يردون ويكرمون، وكانوا درعي وسيفي في ظل راية العراق العظيم، راية الله أكبر، وكنا معا يدا في البناء والإعمار ومواجهة الأعداء والطامعين والمخربين. ومنذ البدء وحيث قرر قرارهم باختياري مرتين على التوالي طبقا للدستور رئيسا وقائدا باستفتاء حر ديمقراطي على وفق تقاليدنا العراقية العربية والإسلامية المستندة إلى عمق التاريخ ومبادئه ومعانيه، ولم يكن الاستفتاء على رئيس الجمهورية من مبادئ الدستور آنذاك، ولكنني قبل ذاك ولكنني اقترحته على رفاقي فأدخلناه في تقاليدنا وحل غرة في دستورنا وقوانيننا. وعلى هذا فإنني صدام حسين المجيد رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة أتمسك وفاء وحقا وعهدا بهذا وبدستور العراق الأغر كحق ثابت لي على أساس هذه الصفة ولشعب العظيم الأمين غير قابل لأن يتصرف الغزو وعبيد الأجنبي وذيل الاحتلال به بما يخل بالحقوق والمبادئ التي قام عليها، وهو عهد التزمت وألتزم به وأديت على أساسه القسم الغليظ
أمام الشعب العظيم، فأوفيت وما زلت أفي له إلى أن يشاء الله رب العالمين. ومشيئته غالبة سبحانه وتعالى على كل مشيئة، وإن حاول بخلافها الغزاة المحتلون والأقزام المجرمون وعبيد الأجنب المارقون خلف الحدود أو دخلاء ارتدوا رداء العار ودنسوا أرضنا الطاهرة متوهمين إن شعبنا سيغفله القول الزائف والادعاء الزائف والجنسية الزائفة والقرارات الزائفة الرعناء في ظل الغزو. وعلى هذا الأساس فإنني أدلي بهذا في مناسبة حضوري أمام ما سمي بالمحكمة بما يلقي جانب من ضوء الحقيقة على الفرية المغرضة، وبما يعري الاحتلال وعبيده وذيوله كأفاعي غريبة وقاتلة لو أغفل لا سمح الله شعب العراق الغزاة وأذنابهم وخططهم الخبيثة. وهكذا أقول رغم قصر الزمن بين التبليغ وما كتبته لأدلي به إليكم أيها الشعب العظيم وأمتنا المجيدة وأيها الأخوة العراقيون حيثما كنتم وتحت كل العناوين والإنسانية حيث اهتدى من يهتدي إلى مبادئ الحق والعدل والإنصاف، أيها الشعب العظيم بكل ألوان الطيف الجميل قوميات وأديان ومذاهب، لا أفرق بين أحد منكم لا في ضميري وعقلي ولا في لساني الذي ينطق وسيلة لهما، مثلما كنت لا أفرق بينكم على أساس أي لون سوى الحق والعدل والموقف. فأزن الفعل والموقف على أساس المبادئ التي تعرفون وعلى أساس الدستور المجيد الذي نص على الإسلام دين الدولة الرسمي، وأن شعب العراق شعب واحد. أيها الشعب العظيم، يا جماهير أمتنا المجيدة، أيها الناس، أيها الأحرار حيثما كنتم، على أساس هذه المبادئ ولأنني وعائلتي قد شريت نفسي وأنفسنا لله رب العالمين فلم أبتئس من كل الذي حصل منذ قام المجرمون بآخر غزو للعراق العظيم، وكان صبري مستمد من إيماني في أن ما يريده الله ويسمح به فإنه اختبار المؤمنين وشرف لهم وواجب عليهم. وأول ما يجب في هذا ليلتزموا به هم أصحاب العناوين والمسميات البارزة والمبرزة سياسية واجتماعية وقانونية ودرجية، ولأنني صيرت بإرادة الرحمن الرحيم حيث هدى العراقيين أن يختاروا صدام حسين رئيسا لهم وقائدا، ولأن المبادئ التي أؤمن بها وعملت وأعمل عليها تعني أن من يتحمل المسؤولية عليه أن يتحملها بشرف وأمانة وصبر وصدق وجلد وشجاعة.
ولأن نفسي تكوينا ورغبة واتجاها ترضى أن تكون خارج هذا الوصف، فإنني صبرت وما زلت صابرا محتسبا رغم ما وقع على شعبي وجيشي وأخواني ورفاقي من ظلم لا يفي لوصفه البغيض اختصار، وإنما ذكر حقائقه لتثبت أمام التاريخ. أما ربنا الله وهو عليم خبير، فقد صبرت ولكن كان الأكثر إيذاء لنفس الواثقة بالشعب العظيم على المدى، وستبقى فقد صبرت ولكن كان الأكثر إيذاء لنفس الواثقة بالشعب العظيم على المدى، وستبقى إلى حيث يشاء الله. هو ما سمعت عن شعبنا في الزمن الأخير أو ما نسب لغرض مسبق إلى شعبنا من أمور مستنكرة غريبة، وأن ضميري وعقلي يقولان لي إن شعب العراق المؤمن الأمين الواحد العظيم في ظل الرحمن الرحيم بريء منها ابتداء بتفجير مبنى ضريحي الإمامين علي الهادي والإمام العسكري رضي الله عنهما وأرضاهما، الذي نسب إلى مذاهب بعينها من الشعب، وما نسب إلى أن إحراق الجوامع في بغداد وهي بيوت الله وإحراق جوامع أخرى في مدن أخرى من مدن العراق العصماء بأهلها إلى مذهب آخر باتهام جاهز مسبق مسبقة مدبرة تستهدف أن تفتن الشعب بالشر على مهابط السوء والشيطان بدلا من الجهاد في سبيل الله واسترجاع حق مغتصب وتمزيق ستار الظلم الذي وقع على الشعب. أيها الأخوة الغيار، حيثما كنتم، أيها الشعب العظيم، نشامة وماجدات من المسلمات البديهية في الحياة وهي دروس من نضج التجارب الإنسانية، إن أي قدر إذا واجهته المقاومة تتصاعد ولا تتضاءل بعد خط البداية فهو قاتل لا محالة، وإن أي حكم جديد وإن أي حكم جديد إذا تعثر بأذياله وازدادت حثراته كلما مضى عليه زمنا إضافيا يعد فاشلا في بدئه ومنتهى، حتى لو وقف بإسناده من يقف، فكيف وقد اندلق كرش الاحتلال وأمعاؤه ومثله اندلق كرش وأمعاء من أسماه الغزو الاحتلال للحكومة بعد أن شق الشعب العظيم بقدرته كرشيهما فبارت متانة ما يبنون ومزق عنهما أرديتهما فبانت عوراتهم مرئية بكل قبحها ولا شرفها. وهكذا أدرك المحتلون الغزاة وأعوانهم في الجريمة النكراء داخل العراق وخارجه
إنهم في طريقهم ليكنسوا فيصبحوا قمامة، حيث يكون مكان فعلهم في التاريخ والواقع بعد أن سجلوا أمام الجليل بأنهم في فعلهم وإجرامهم إنما هم على هذا الوصف وعلى أساس التحسب لتكون هاتك النتيجة هي ما تنبئ الدلائل بأنها واقعة، حيث يطبق النصفان من الشعب في الجنوب والشمال مرتكزين على الوسط مكان القطب بغداد العظيمة، استعجلوا يسندهم أهل الحبالة والشر من الدولة التي تقع شرقا عن حدودنا ولم يأتينا من مسؤوليها وأجهزتها شروق، وإنما شر مستطير ألهب القلوب وأدماها ويتوخى أن يدمي ويلوث ضمائر وعقول في الشعب بعد أن لوث ضمائر من تلوث بها، فجنب الله وأغضبه ليتلهى الشعب بنفسه ويستنزف لإضعافه اعتباريا وعمليا بعد أن ثبت لهم أن نزيف الدماء التي سببوها للشعب لم تزيده إلا تصميما ونضالا وجهادا لطرد الأجنبي المحتل من بلادنا بكل مسمياته وألوانه، لطرد الأجنبي من بلادنا بكل مسمياته وألوانه وادعاءاته ليقر بلدهم ويحظون بالسلام الذي يحب الله ويحبه الله. وهكذا بدأوا بجرائم الإحراق والتفجير والنهب والقتل، ابتداء بتفجير ضريح الإمامين المجيدين. اسمع، هاي الخطبة شنو علاقتها بالموضوع؟ إفادتك، احنا طلبنا منك إفادة بقضية ولو قضية الجيل. هي مطولة. اسمح، احنا طلبنا منك إفادة بخصوص قضية الدجيل ودورك باعتبار على رئيس السلطة آنذاك. أنا هاي الخطبة السياسية، الخطبة الهجومية، كل علاقة ما عدا موضوع المحاكمة والدفاع. نعم. احنا طلبنا منك إفادة. أنا رئيس الدولة. هسه الآن أنت متهم أمام محكمة. من فضلك. كنت رئيس الدولة تمام. من فضلك أنت تقولها. وهذه على عهدتك وأمام ضميرك القانوني والأخلاقي والوطني. أما أنا فأحمل قسمي أمام الشعب إلى أن يقول الشعب لا، قد اخترنا شخص آخر غيرك، وأقول له على بركة الله. فإذا أنت أمام محكمة مو أمام منبر سياسي. أنا أمام الشعب. أنا كقاضي متى أجاوبك على مسائلك السياسية والقضايا السياسية؟ أنا أسألك بشكل قانوني. أنت أعطيت إفادة بالتاريخ 12/6/2005 أمام سادة قضاة التحقيق بخصوص دورك في قضية الدجيل. المطلوب منك قانونا وقضاء بيان هذا الدور. راح يجي راح أبي. يدمي ويلوث ضمائر وعقول في الشعب بعد أن لوث ضمائر من تلوث بها، فجنب الله وأغضبه ليتلهى الشعب بنفسه ويستنزف لإضعافه اعتباريا وعمليا بعد أن ثبت لهم أن نزيف الدماء التي سببوها للشعب لم تزيده إلا تصميما
ونضالا وجهادا لطرد الأجنبي من بلادنا بكل مسمياته وألوانه ودعاءاته ليقر بلدهم ويحظون بالسلام الذي يحب الله ويحبه الله. وهكذا بدأوا بجرائم الإحراق والتفجير والنهب والقتل ابتداء بتفجير ضريح الإمامين المجيدين علي الهادي والعسكري، وانتهاء إلى ما نبتهل إلى الله العظيم أن يكون خاتمتها فورا بعد يومنا هذا، ليتوجه الشعب إلى نفسه فيقاوم الغزو وأعوانه وتابعيه بدلا من أن يقتل نفسه. وعلى هذا ولهذه الأسباب وكل الأسباب المبدئية الأخرى، أدعوكم أيها العراقيون نساء ورجالا أن تقلعوا وتجريح أنفسكم لكي لا تتداخل الألوان فيضيع الشعب ويضيع الدرب الذي يهديه إلى حيث ينقذ شرفه وأمنه ومصالحه من القتلة السراق أجانب ومحليون. وأقول إن الذي فجر ضريح الإمامين مجرم وعار مهما كان دينه ومذهبه، بل لا أكون متطرفا إذا قلت إن ذاك لا دين له أنى يكون، ومثله على نفس الوصف من قتل من غير أن يتبين وأحرق بيوت الله من غير أن يرعوي. عليك الرجوع إلى موضوع الدعوة، عليك الرجوع أيها العراقيون، لا أدلو إفادتك. نشامة وماجدات في الفرات الأوسط وفي جنوب العراق وشمال، والأحبة في كل ريف ومدن العراق وقصباته وقراه، وفي بغداد الحبيبة عاصمة الإيمان والحضارة والمجد، كنتم كبارا على مدى التاريخ، وكنتم كبارا في مسيرتكم الظافرة صاحبة الإنجازات الكبرى، وفي كل ثوراتكم وانتفاضاتكم ضد الأجنبي الطامع والغزاة، بعدوا أو قربوا، وكنت في مقاومتكم الغزو الأمريكي الصهيوني وحلفائه وأتباعه وذيوله كبارا، وكنتم في عيني كبارا، وسوف تبقون محيين. وعلى هذا لن يداخل نفسي شك يوما، بمواقفكم وإيمانكم وصبركم، ولا يساوى معكم إلا المؤمنون والخيرون، فلا يصغر إبليس وعوانه شأنكم، فيخيل محبوكم في أمتكم والعالم. اسمع يابا، هسه أنت متهم بقضية جنائية، أنت دافع عن نفسك، أنت هذا الدور انتهى، هذا الدور انتهى، اسمح لي كمل، هذا قدر، دورك انتهى. هسه أنت متهم بقضية جنائية، جاوب، ادخل في دورك في هالقضية. احنا ما نريد نوتر هالخطبة وهالسياسية، احنا محكمة جنائية، محكمة قضائية، ما لنا دخل بمسائل السياسة، فلان الشكل ولعنة على فلان. جاوب على الإفادة. هي لو مو سياسة ايش جابنا هنا وايش جابك انت هنا؟ سياسة، احنا مهما ادعينا فهذه هي، لكن يعني حتى ترتاح نروح انا اقول الشيء اللي انت تفضل به. هالكلمات هالتعابير يعني من السياسة؟ ايش بيها هالتعابير من ايش السياسة؟ انا ما لي دخل، خلي اتركها للسياسيين يحكمون على هالكلمات. بس انت ادخل بموضوع الدعوة، السياسيين على وكلائك تنبيه قد دخول بموضوع الدعوة. السياسيين رأيتهم؟ اي ادخل بموضوع الدعوة من فضلك، احنا انطيناك فرصة، ما يعني خلينا كم فرصة نعطيك.
خليني اكمل ضمن فرصتي، واذا جنابك انزعجت أنا اجعلها تهمة اخرى. القاضي ما ينزعج، بس القاضي يريد يدليك على خط الصحيح. طيب، كنتم كبارا على مدى التاريخ، وكنتم كبارا في مسيرتكم الظافرة صاحبة الانجازات الكبرى، وفي كل ثوراتكم وانتفاضاتكم ضد الاجنبي الطامع والغزاة بعد او قرب، وكنتم في مقاومتكم الغزو الامريكي الصهيوني وحلفائه واتباعه وذيوله كبارا، وكنتم في عيني كبارا، وسوف تبقون محيين. وعلى هذا لم يداخل نفسي شك يوما بأنكم أكبر من الكبار والصغار في العالم بمواقفكم وإيمانكم وصبركم، ولا يساوم معكم إلا المؤمنون والخيرون، فلا يصغر إبليس وأعوانه شأنكم فيخيب بكم ظن محبوكم في أمتكم والعالم. وابقوا على صفاتكم الحميدة حتى تذهب الغمة بإيمانكم وصبركم وفعلكم بعد أن تتكلوا، وما هو إلا زمن وتبزغ الشمس في نهار لا يقدر على احتبائه ليل، ويبزغ القمر يحيي جهادكم ويبدد دكنة الليل. حصل في الأيام الأخيرة إساءة بالغة إلى المبادئ والتراث والدين، ولكن لو احترقت الضمائر ودمر الوازع فيكم لا سمح الله، فإنكم ستعيشون في ظلام مطبق، وتنزفون أنهارا من الدم الزكي بلا طائل، وتنزفون أنهارا من الدم الزكي بلا طائل. فرصة العفو والتسامح إزاء أي خطأ لمن يتراجع عنه على الحقد والانتقام والثأر والضهينة، ولا أظنكم نسيتم كيف دمر الأشرار الغزاة كل شيء حي في العراق عدا النفوس التي من الله عليها بالصمود، وكيف قادكم المخلصون إلى إعادة الحياة لكل ما دمر. أعيدوا كل شيء إلى ما كان عليه قبل الحرب أو أحسن مما كان، وكيف التأمت نفوس قد تجرحت وقد كنا محاصرين حتى في حبة الدواء ولقمة العيش، وكيف بدأ في السنتين أو الثلاث الأخيرة قبل آذار عام 2003 وبعد مذكرة ما سمي بتوفير الغذاء والدواء التي وافق عليها مجلس الأمن يتحسن الوضع الاقتصادي، تحقق في السنتين الأخيرين سيطرة مناسبة لظرفها على تقلبات العملة، وكان آنذاك غير مسموح إلا لتصدير كمية بعينها من النفط تحت إشراف الأمم المتحدة في وقت كان سعر برميل النفط لا يزيد على 18 دولار، وكيف تحمل الشعب العظيم ثقل الحياة يعينه في ذاك وثقته مخلصة ووطنية وأمينة ونزيهة. أما الآن فإن المجرمون الذين جاءوا تحت ذريعة التفتيش نسخ دباباتهم الذين جاءوا بهم ليحكموا شعب العراق تحت شعار اسمع انت امام محكمه ديمقراطيه كل علاقه
هاي موضوع بينك وبين الأمريكان، موضوع خاص بينك وبين الأمريكان. أنت أمام محكمة عراقية عن قضية عراقية، قضية جنائية متعلقة بقتل أناس أبرياء، جاءوا جاوب على هالتهمة. عراقيين مو كأمريكا. أنت صراعك بينك وبين أمريكا، لا تدخلها بموضوع هذه المحكمة. يعني بيني وبين أمريكا؟ إي طبعًا. بين وبين العراق. مو ويا أبويا، بينك وبين أمريكا. يعني لي الشرف إنه بيني وبين أمريكا، بس أنا يعني أستكبر على نفسي أن أخذ دور شعبي في أن أقول أنا وأمريكا. لأن شعبي وأمريكا. أرجع إلى الإفادة. يعني الموضوع هو موضوع قضية الديجيل، يعني هذه مو مجال خطبة، يعني احنا من فضلك نعم. خاطب رئيس المحكمة ورئيس المحكمة يخاطب، انت مالك حق. انا جزء من المحكمة، انا جزء من المحكمة وعلى المتهم بان استاذ على المتهم بانه يترك استاذ العفو استاذ دقيقة، ترى اللي يسوي هوسه اطبق قانون بحقه. لا مش اللي منكم يسوي يعني ضجر داخل قاعة اطبق قانون بحقه. أطبق القانون بحقه بالنسبة للسيد مدعي العام. نعم أنا المفروض أنا أطلب من المحكمة بأن المتهم يدخل في موضوع القضية ولا يتطرق إلى أمور خارج موضوع القضية. المفروض بالسيد مدعي العام يأخذ الإذن من المحكمة. نعم بالنسبة لكم اللي يدخل بالفضاء راح أطبق قانون بحقه، أطبق قانون المحاماد وأحيل مغفورا إلى التحقيق. سمعتوا؟ هاي محكمة مو فوضى. لا محكمة. نعم محكمة. نعم أنا أقول لك محكمة. لو مو محكمة ما كنت ما تفضل تلك ساعة كلمة علينا عن. والله لو الأمريكان فلا تقدر لا أنت ولا أبوك يجيبني إلى مكان هذا. احترم نفسك. احترم نفسك انت. انا محترم نفسي. انا قاضي. من يحترم يحترم. شنو هذا الاسلوب منك؟ هذا اسلوب. انت امام قضية جنائية. انت متهم بقضية جنائية خطيرة، قتل اناس ابرياء. انت جاوب عن هذه القضية. احنا اعطيناك فرصة تجاوب. البارحة فقط. مو صراعك القديم بينك وبين امريكا. في بغداد. هذول مو ابرياء مو عراقيين. الصراع تستخدم مشتكين. شنو دخل صراع بينك وبين امريكا موضوع هذه المحكمه؟ احنا محكمه عراقيه جنائيه، ما لنا دخل بموضوعك السياسي. ماشي انا خاطب العراقي الذي له دخل، وجنابك جب نفسك عنها. أما الآن فإن المجرمون الذين جاءوا تحت ذريعة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.